السلام عليكم وأهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا بخير. في درس اليوم بنتعلم على الأرضيات ببرنامج الربط، طريقة رسمها، خصائصها، التعديل عليها، والاختيارات اللي تظهر في الأوبشن بار، وبعض النصائح اللي بتفيدك أثناء العمل بإذن الله. رابط هذه السلسلة للدروس السابقة في مربع الوصف تحت عنوان الدروس السابقة. ننتقل للربط ونبدأ بدرس اليوم. بنبدأ بأن نقول أنه تعتبر الأرضيات أسطح أفقية بسيطة. نبدأ برسمها أننا نتوجه للأركيتكتشر تاب ونختار من البلد الفلور. عندنا في سهم صغير لونه أسود، لما نضغط عليه بيكون عندنا قائمة ممكن نفتحها ونختار منها أو دروب داون منيو. اللي بنركز عليه بدرس اليوم اللي هو الاختيار الأول فلور أركيتكتشرال، وما في داعي أن نفتح القائمة عشان نختاره، هو الاختيار اللي موجود برا بس نضغط عليها. طيب من أي فيو نبدأ نرسم الفلور أو الأرضيات؟ نرسمها من البلانز، سواء كان فلور بلان، سيلينج بلان، سايت بلان، أو حتى 3D. لما يكون نروح ونحاول نرسمها من سكشن أو إليفيشن ونختار الفلور، بنشوف أنه بيطلع لنا هذه النافذة go to view ويوجهنا على بعض الفيوز اللي ممكن نرسم منها، زي ما قلنا بلانز، سايت بلان، أو سيلينج بلان، أو 3D. لو كانت الفيو مو مفتوحة ممكن تختارها وتختار open view، أو حتى لو كانت مثلا مفتوحة زي level 1 نختارها ونختار open view بيدخلنا لها، بيدخلنا بشيء أو مود اسمه sketch mode. كيف نعرف أنه إحنا دخلنا على sketch mode؟ عندنا كذا دليل. الأول أنه إحنا لون الشاشة صار لونها رمادي أو half tone. الشيء الثاني جنب الموديفاي صار مكتوب create floor boundary. الشيء الثالث والأخير والأهم اللي بيعرفنا إنه إحنا دخلنا sketch mode إنه بيكون عندنا المود بانل وعندنا علامة الإكس علشان نكنسل ونطلع من هذا الأمر، أو علامة الصح علشان نحفظ الرسمة اللي رسمناها أو نحفظ التغييرات اللي سويناها ونضغط علامة الصح. الفلور من الأوامر اللي مهما ضغطت على الكانسل مثلا في الماوس رايت كليك وتحاول كانسل أو الاسكيب كي ما رح يطلع لك من هذا الأمر، لازم تختار أحد هذه الاختيارين. نبدأ بأننا نرسم، نختار من البروبرتيز نوع الفلور اللي نبغى نرسم فيه في مجموعة من الاختيارات. طبعا هذه الاختيارات بحسب التمبلت أو القالب اللي أنت بدأت فيه. لو أنت بدأت نفسي في المتريك أركيتكتشر تمبلت بتطلع لك هذه الاختيارات. لو كانت تشتغل بشركة أو مؤسسة وفي قالب معين يشتغلون فيه بيكون عندهم ممكن اختيارات مختلفة غير هذه الاختيارات، أو هذه الاختيارات زائدة اختيارات ثانية. المهم نختار النوع اللي احنا نبقى، وبعدها من الكونسترين نختار انه level 1 من هنا. طبعا لو احنا اللي اختار لنا هو الديفولت ليفل 1 لاننا اصلا بدانا بليفل 1، لو كنا ب 2 بيختار لنا 2، لكن دائما عندنا الاوبشن انه لو كنا باي فيو نقدر نغير من هنا ونختار الفيو اللي احنا اصلا نبغاه يرسم هذه الارضيه فيها. بعدها عندنا الاوفست ممكن طبعا نغير فيها، بس حاليا بنخليها زي ما هي صفر. بنختار شكل المستطيل، عندنا مجموعه كبيره من الاشكال اللي ممكن نستخدمها، نختار شكل المستطيل ونبدأ بالرسم. بنشوف أنه طبعا نشتغل عندنا سناب ونختار النقطة الأولى. ممكن طبعا لو تبغى تسوي سناب لنقطة معينة نفس الحوائط، بنفتح القائمة بالماوس رايت كليك ونختار سناب أوفر رايت، وعندنا هذه كل النقاط اللي ممكن نسوي سناب لها. نختار النقطة الأولى، بعدها نتحرك ونختار النقطة الثانية، وكذا ببساطة يكون رسمنا هذا الفلور. خلاص نبغى نطلع من الأمر وخلصنا الرسم، نضغط على علامة الصح للفنش مود. الحين احنا لما نطلع من الامر ما يكون طبعا نهاية الدنيا لو غلطنا او رسمنا، عادي دائما نقدر ندخل ونرجع نعدل. عندنا edit boundary مدام لسه هو محددها لنا، نضغط عليها ونعدل التعديل اللي احنا نبغاه، مثلا نبغى نسحبها لهنا. طبعا لو كنت تبغى تكنسل الامر وما تبغى يحفظ لك نضغط على cancel ونطلع. بيسألك انه are you sure you want to quit وما تبغى تحفظ التعديلات، نضغط على الياس. لو كنت تبغى تحفظ طبعا اضغط على علامة الصح. الحين بنشوف انه الارضية مربوطة في الحائط، لما نحركها بتتحرك معها زي ما احنا شايفين. نتراجع نرجعها زي ما كانت. في بعض الحالات لما نرسم الارضيات ما رح يسمح ان نطلع من الامر وبيجيب لنا بعض الايرورز. خلونا نشوف مثلا ايش. الحين طبعا بنحددها عادي، نقدر نحددها من 3D، عفوا من السكشن او القطاع، وبعدها نضغط ليفل 1 نسوي نخليها هي الاكتف،
ونختار edit boundary. تعالوا نشوف هذه الحالات. الحل يعني هو أكثر شيء حالتين. الحل الأولى إنه ما يكون سكرنا الرسمة حتى لو كان ملي واحد ما سكرته وتضغط على الصح بيجيب لك error ويكتب لك فيه إنه اللاينز لازم تكون بكلوز لوب، لازم تكون مقفولة تماما، وحتى بيجيب لك إنه الهايلايتد لاينز آر أوبن من الأنز. لو كانت الرسمة كبيرة ومنت شايف ترى ممكن تضغط على شو ويقرب لك إياها وتشوفها بطريقة واضحة. ممكن نختار كوت سكتشنج لو احنا نبغى نطلع تماما من الرسمة، لكن لا حاليا نبغى نضغط على كونتينيو عشان نعدل عليها. نختار التريم تي ار على الكيبورد او نختارها من التول ونسكر الرسمة بهذا الشكل. الحين لما نضغط على علامة الصح بيسمح لنا ان نطلع وتكون رسمتنا صحيحة. الشيء الثاني او الخطأ الثاني اللي ممكن يصير معك، خصوصا هذا بيصير لما ندخل مثلا مخطط اوتوكاد ونرسم عليه، انه بتكون في لاينز اوفرلاب او فوق بعض لكن احنا ما احنا شايفينها. مثلا في لاين كذا بيكون في تو لاين فوق بعض بس احنا واحنا رسمنا ما انتبهنا، ونضغط الحين على علامة الصح مستحيل يرضى لنا، بيقول ان اللاينز اوفرلابد. فاحنا اللي بنسوي نختار كونتينيو نفس ما سوينا قبل شوي. طبعا نفس الشيء ممكن تقول له شو وبيقرب لك اياها ويوريك انه وين الغلط. نختار كونتينيو وبس نحذف اللاينز اللي احنا ضفنا بهذه الحالة، وبعدها نضغط على علامة الصح، وكذا يكون قدرنا نطلع من هذا الأمر وكملنا الرسمة. ممكن وإحنا محددين الأرضية نغير الأنواع لها من البروبرتيز، ممكن نختار نوع ثاني، نفتح السهم ونختار نوع ثاني. أبغاك تنتبه إنه في السكشن دائما بيخلي الثكنس لها الإضافة لها، لو كانت الثكنس لها أكبر بيضيفها على تحت، يعني بيكون التوب دائما على ليفل 1 وبيكون أي زيادة مثلا اخترناها 300 بتكون على تحت، ما يطلع لنا فوق ليفل 1. ليه؟ لأنه هو الكونسترين ليفلز. لكن ممكن نغير من هنا موجب أو سالب، مثلا سالب 500 بنشوف أنها نزلنا على تحت، ممكن نخليها بالموجب ويطلع لنا إياها على فوق. يعني ممكن تتحكم فيها بالعدد اللي من هنا، نرجعها صفر ونرجعها نفس ما كانت. بنكمل نشوف باقي الاختيارات اللي بتظهر في الأوبشن بار، بس قبلها بنغير الحوائط النوع يكون يبان فيه اللايرز أو طبقات هذا الحائط مثلا لهذا النوع، وبنغير أيضا الليفل اوف ديتيلز الليفل 1 الفاين بحيث إن نقدر نشوف الطبقات لأنه بنحتاجها. الحين لما تبغى تحدد الحائط طبعا ممكن الأرضية عفوا بنحددها من أي فيو، وبعدها نخلي ليفل 1 هي اللي أكتب إن نضغط عليها، نختار الإديت باوندري، نحذف اللي احنا رسمناه، نحدد كامل، نسوي له ديليت. بيشوف انه احنا عندنا مجموعة من الشيبس او الاشكال اللي ممكن نستخدمها عشان نرسم اللاين، عندنا الريكتانجل او المستطيل، عندنا اشكال البوليجون، الدائرة، الارك، كل هذه الاشكال ممكن نستخدمها عشان نرسم الارضيات. وعندنا طبعا البيك لاينز بيساعدنا كثير انه لما يكون عندنا حتى مخطط في الكاد دائما نسوي بيك 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 يكون خلصنا. وممكن نستخدم هذا الاختيار بيك وولز، لما نختاره بيكون عندنا هذا الاختيار extend into wall to core. لما يكون عليه صح خلونا نشوف ايش بيصير، بس نضغط ضغطة واحدة على هذا الحائط بنشوف انه رسمها كأنه رسمها بالسنتر لاين، لكن هو لا ما راح يكون في السنتر، هو في الكور لهذا الحائط. والدليل انه لما نضغط على الفليب بنشوف انه سوى فليب للجهة الثانية من الكور أو للسايد الثاني من الفيس حق الكور لهذا الحائط، لأنه لو كنا سوينا فليب وكان في السنتر المفروض أنه يكون مكانه بسنتر اللاين، لكن اخترنا هذا الاختيار وسوينا فليب بيجيبه على جوه. ممكن طبعا نستمر ونسوي نفس الشيء، نستمر نضغط على باقي الحوائط، لكن كان من الأسهل أن نضغط على التاب، نحدد عليهم، نضغط على ديليت، نختارها من هنا، نضغط على التاب. ممكن طبعا حتى لو كان الشكل عندك معقد تستمر تضغط على التاب لما يحدد لك الحوائط كلها، تضغط عليها بضغطة واحدة كذا يكون خلص، وبعدها نضغط على الصح بحيث اننا نطلع من مود الرسم او السكتش مود. الحين عندنا الاختيار اللي بعده، بس عندنا الاوفست، نختار هذا الاختيار. قبلها خلونا نحدد عليها ونختار ديليت بس عشان نشوفها بشكل اوضح، نختارها من هنا. ممكن الاوفست اما نحطه بعدد سالب أو حتى عدد موجب، بعدها بيسوي لنا بيرسمه
وين ما احنا نحط بيتحرك في الاتجاه الثاني. وطبعا كان ممكن نستخدم التاب ونرسمها مع بعض بضغطة زر، وكان ممكن نختارها بعدد ناقص بحيث انه يطلعها على برا يعني بالاتجاه الثاني، ولما نخلص بس نضغط على علامة الصح. الحين بننتقل ونتعلم مجموعة من التبس أو النصائح اللي بتساعدنا برسم هذه الأرضيات ببرنامج الريفت. أحياناً يكون تحديد الأرضيات شوي مرهق ومتعب في ريفت، لأننا لما نحاول نحدد على الوجه ما بتتحدد معنا، لازم نروح للطرف المخطط ونحاول نحددها. طبعاً في طرق كثيرة ممكنة، ممكن نحدد بأن نستخدم هذا الشكل وبعدها نختار الشفت والكنترول على الكيبورد، سواء سويناها بكروس سيلكشن أو ويندو سيلكشن، ونقلل من التحديد. وممكن أن نحدد كذا وبعدها نروح للفلتر ونختار بس الفلور، نضغط على أوكي. وزي ما قلنا قبل دقائق ممكن نستخدم السكشن أو الإليفيشن بأن نحدد، بعدها نضغط على الفلور بلان أو أي بلان فاتحينها نخليها الأكتف وبعدها نعدل. لكن في اختيار بيغنينا عن كل هذه اللخبطة بأننا نروح للسلكشن. من هنا عندنا مجموعة من الاختيارات، نفتح السهم الصغير وعندنا select elements by face، ممكن نحط عليها صح أو أننا نروح للسلكشن تري من تحت، وعندنا هذا الاختيار بنشوف أنه عليه إكس لونها أحمر، لما نضغط عليها بيختفي الإكس. الحين نشوف على طول نقدر نحددها بس أننا جينا حطينا الماوس عليها، لأنه نقدر نختار الوجه لها وتتحدد. لكن هذا الاختيار من الأفضل أنه يكون دائما أوف، إلا لو احتجت أنك تحدد أو أنك أنت جالس الحين تعدل على أرضيات وأسقف وتحتاجه ممكن تحط عليه صح، لكن لما تخلص شيله علشان ما تحركها بالغلط. في حال أنه كان عندنا منور أو كان عندنا درج في المشروع، طبعا يكون الكذا طابق أو عندنا دبل هايد أو فلورز مفتوحة على بعض، بيكون أسهل من أننا نروح على كل أرضية ونحددها ونضغط على edit type ونفتح الفتحة اللي نبغاها، لأننا نستخدم الشافت. خلونا نشوف طريقة استخدامها. من الأركيتكتر بنروح للأوبنينج ونختار من هنا الشافت، نضغط عليها بيكون دخلنا للسكتش مود، وإحنا عرفنا خلاص كيف متى نكون داخل السكتش مود وكيف نعرف. نختار شكل المستطيل ونبدأ نرسم الفتحة اللي نبغاها. تمام، عندنا في البروبرتيز أو الاختيارات مجموعة من الأوبشنز، عندنا من وين يبدأ، من ليفل 1 ليفل 2، طبعا بدأنا بليفل 1 لأنه إحنا فيها. ومن هنا عندنا ممكن نغير طبعا هذا العدد عشان ينزل تحت ليفل 1 بالناقص. لما نختارها unconnected يكون عندنا الاختيار أننا نحدد الارتفاع لها هنا، لكن لما نختارها ليفل 2 خلاص ما راح يكون عندنا هذا الاختيار، فممكن نختارها unconnected ونحط الارتفاع اللي احنا نبغاه. لما نخلص نضغط على علامة الصح، بتشوف انها كأنها مخفية او ما هي موجودة او ما تقدر تحدد عليها، لكن انت تحرك بالماوس بس جنبها وتقدر تحددها، سواء كنت مخطط او حتى مثلا قطاع بهذا الشكل تشوف انك تقدر تحدد عليها. وممكن طبعا بالدراجينج بوينت هذه تسحبها عشان تشوف، زي ما احنا شايفين كذا ما قطعت شيء، لكن لما نسحب على تحت بنشوف انها شالت الجزء هذا من الفلور. لو كان عندنا في ليفل 2 ارضيه ثانيه ممكن نحدد عليها ونختارها كوبي بيست الاين تو ليفل 2 ونضغط على اوكي. الحين لما نحدد على الشافت مره ثانيه ونسحبها لفوق فتح لنا الفتحه بليفل 1 و2. نحدد على الشافت في شيء بسيط بس ممكن نضيفه للرسمه، لما نحدد عليها نضغط على edit sketch في ليفل 1 أو حتى نخليها هي الأكتف أو نضغط على Open View، بيكون عندنا هنا Symbolic Line نرسمها علشان بس نعرف أنها Shaft أو Opening، وبعدها نطلع من الرسمة نضغط على علامة الصح. لما يكون عندنا ميلان أو سلوب في الأرضية كيف ممكن نحققه؟ في طريقتين. الطريقة الأولى أننا نحدد الأرضية بهذا الشكل، بعدها بدون ما ندخل على الـ Edit Boundary نختار من هنا Modify Sub Elements، نضغط عليها بيكون عندنا مجموعة من النقاط، بس عشان نشوف بطريقة أوضح نضغط على TL في الكيبورد أو نختارها من هنا للـ Thin Line بس عشان نشوف يعني كذا تكون اللاينز غامقة. بعدها عندنا هذه النقاط، نحدد على النقطة ونكتب العدد، لو نبغاها تنزل على تحت طبعا نحط الناقص مثلا بهذا الشكل،
نختار مثلا هذه النقطة لو نبغاها تنزل أو نبغى نرفعها، نكتب العدد يكون موجب وبنشوف عندنا كيف شكلها في السكشن، أو حتى لو تبغى تفتح 3D وتشوف كيف صار شكلها. فهذه هي النقاط، ممكن نعدل عليها كذا، نتراجع نرجعها زي ما كانت عشان نشوف الطريقة الثانية. نحدد عليها من ليفل 1، نختار على الأدت باوندري، عندنا هنا الاختيار سلوب أورو، نضغط عليها. عندنا إننا نرسم الحين الاتجاه، كيف نبغى يكون السلوب اتجاهه؟ ممكن هنا البداية ونمشي لهذا الاتجاه، هذه النقطة الثانية. عندنا هنا بعض الاختيارات اللي ممكن نختارها، نختار سلوب أو هايت آت ذا تيل، وعندنا اختيار إنه هو ليفل آت تيل، والهيد ممكن نختارها إنها ليفل 1 أو 2 لو كان هذا يعني زي منحدر، لكن إحنا نبغى ميلان بسيط ممكن نخليها على الديفولت، ونختار القيمة اللي نبغاه ينزل فيها مثلا، ونضغط على علامة الصح، نشوف إننا ميل، نشوف إنه ميل لنا إياه على تحت. طبعا يعني هذه القيمة مبالغ فيها بس يعني كمثال. ممكن نعدل على هيكل الأرضيات بالضبط زي ما تعلمنا بدرس الحوائط، خلونا نشوفها كمراجعة سريعة ونشوف مثال. حددنا عليها، نضغط على الإديت تايب، من هنا قبل لا نبدأ نختار الدوبليكيت نسميها ونضغط على أوكي، من الستركتشر نضغط على إديت، نضيف بالبداية الطبقات. قبل لا نبدأ نشتغل ممكن نضغط على البريفيو بحيث أننا نشوف الأفعال اللي إحنا بنسويها أو الطبقات اللي إحنا بنضيفها. نضغط على Insert نضيف الطبقات وبعدها نحركها، مثلا الطبقة الأولى، نحدد الثانية، حركناها. بنبدأ بأننا نغير على Thicknesses، مثلا نخلي هذه الطبقة الأولى، هذه الطبقة الثانية، هذه الطبقة الثالثة، مجرد كمثال. بعدها الماتيريالز نختارها من هنا، نضغط على ثلاثة نقاط وندخل نختار الماتيريالز، مثلا هذه الماتيريال الأولى، الماتيريال الثانية، بعدها الأخيرة ممكن الستركتر نخليها هي الكونكريت، نضغط على أوكي. بعدها طبعا لازم نعدل على الفانكشن لكل طبقة، الأولى الفينش 1 والثانية، ونخلي الأخيرة هي الستركتر. في طبقة واحدة موجودة في الأرضيات غير الحوائط اللي الفانكشن لها مو موجود، لما نضغط على insert ننزلها على تحت لآخر شيء، هي الطبقة اللي بيسمح لنا أن تكون الثيكنس لها صفر. لما نضغط على السهم في اسمها structural deck، ننزل على تحت ونختارها من هنا، بيكون شكلها هذا الشكل. لما نخلص نضغط على الأوكي خلاص عشان نطلع منها، وأوكي مرة ثانية. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس، أتمنى كل المعلومات كانت بسيطة وسهلة الفهم والاستيعاب. لو استفدت اشعرني بالضغط على زر الإعجاب، ولو صعب عليك شيء اكتب لي سؤالك في التعليقات. الدرس القادم بيكون عن السيلينجز أو الأسقف، فلو مهتم اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. نلتقي بدرس الأسبوع القادم، في أمان الله.